خلال الفترة الماضية كان في موضوع مطروح بشكل قوي بالساحة الفنية وتم طرحه من قبل بعض الفنانين بطريقة واضحة، ويلي هو يكون في صندوق تبرعات لبعض الفنانين يلي هن بحاجة لدعم مادي. وهذا الموضوع انطلق بشكل واضح من بعد لقاء الممثلة حنان اللولو، وحتى الفنانة لورا أبو أسعد طلبت تشكيل هذا الصندوق بشكل كتير واضح. لنعرف قديه ممكن يتطبق هذا الموضوع بشكل واضح وواقعي، صار معنا عبر التليفون المخرج أسعد عيد من النقابة الفنانين بسوريا. يسعد أوقاتك أستاذ أسعد. يا أهلا وسهلا أستاذ أسعد. أول شيء موضوع الصندوق، هلأ هو الشغل الشاغل لبعض الفنانين، قديش في إمكانية فعلا لتطبيقه بشكل واضح وواقعي بالنقابة؟ والله حتى أكون صريح معك، نحن طبعا هي نقابة الفنانين هي بيت لكل فنان بالتأكيد يعني، ونقابة الفنانين هي نقابة خدمية يعني بتقدم أعضاء سواء كان بالضمان الصحي أو بالتقاعد وإتاحة فرص العمل ضمن المجال المسموح بالتأكيد يعني، ونحن طبعا ملزمين بهذا الموضوع بشكل إنساني. قبل ما أفوت بهذا الموضوع، نحن تعرفي نحن الزلزال وهي الأزمة اللي تعرضنا لها، فكان في فعلا يعني مبادرة من بعض الفنانين الكبار وتبرعوا بأكثر من 1,500,000,000. الحقيقة نحن تبرعنا كنقابة يعني بمبادرة من السيد النقيب وعبادة الغازي، نعم، وتم تحويل الثلث لحماة حلب اللاذقية. تعرفي هناك يعني ناس متضررين إلى ما لا نهاية، ومن بيناتهم بعض الفنانين قدمت منازل. فالنقابة فعلا بالإضافة إلى هذا المبلغ، نحن إجانا أول دفعة شيء 70,000,000، وذهبنا بمعيب السيد النقيب ونائب النقيب طبعا. أنا طب بس لتوضيح أستاذ أسعد، هي التبرعات عم تنجمع لعائلات ولا للفنانين حصرا؟ لا، نحن الحقيقة نحن تواصلنا نحن لما رحنا بشكل رسمي تواصلنا مع المكتب التنفيذي في مدينة حماة ورفاقنا في فرع الحزب، نعم، وضمن القوائم وزرنا الأماكن الإيواء، وفعلا نحن تبرعنا أول مرة في حدود 70,000,000. بعدين ذهبنا مرة أخرى بمعيشة السيد النقيب ونائب النقيب وتبرعنا ب60,000,000، ومن ضمنهم بعض الفنانين اللي اتضررت منازلهم يعني. أما بالنسبة للموضوع اللي حضرتك طرحتي اللي هو صندوق لدعم الفنانين، نحن السيد النقيب فعلا في جلسة في النقابة ونحن باشرنا بهذا الصندوق دعم لزملائنا اللي يعني إتاحة فرص العمل. أنت تعرفي يعني أزمة أرخص في ظلالها، مو الكل يعني هو فعلا موضوع إتاحة فرص العمل ممكن، وتحديدا لبعض الفنانين يلي يمكن قاعدين ببيوتهم هلا، يلي بعض المنتجين او المخرجين ما كثير عم يتذكروهم، يمكن اهم من فتح صندوق للتبرعات. مضبوط، هذا واجب انساني بطبيعه الحال وواجب نقابي. نعم، طب نحن يعني نحن نتحاور مع شركات الانتاج والخاص والقطاع العام وخاصة الإذاعة والدوبلاج، نحن عم نأكد على مسألة تشغيل الفنانين وخاصة الناس اللي حظوظهم شوي يعني أو فرص العمل قليلة لهم. نحن فعلا عم نتواصل بشكل رسمي وما قصرنا في هذا الموضوع إطلاقا. طب أستاذ أسعد، أنا على سيرة أكيد الفنانة حنان اللولو يلي عملت، يمكن في كتير ناس تعاطفوا معها وفي كتير أشخاص إنه ما بيعرفوا إنه هي نقابية. طب نعم، شرط يكون الممثل أو الفنان نقابي لحتى يقدر يستفاد من مساعدة النقابة، هل هو شرط ضروري ولا لا يكفي إنه فنان سوري وبحاجة عمل؟ نحن أول شيء النقابي ملزم بأعضاء، هذا واحد. وبتعرفي أختي الكريمة إنه بعض من الفنانين ما هم نقابيين، ما أتحسن الفرصة أو تعرف حتى بالقوانين والأنظمة تسبوا لنقابة ثانية، بس نحن
فتحنا عضوية الشرف يعني أي إن شاء الله يعني بالنظام الداخلي، وبيظلوا زملائنا سواء كانوا خارج النقابة أو داخل النقابة، نحن مسلمين يعني كواجب إنساني لازم نساعدهم ونحقق لهم فرص عمل. النقابة لم تقصر بهذا الموضوع. نعم. بس اللي ما إنه منتسب للنقابة نحن شو ممكن نعمل؟ مو أكثر من إنه نحن من هذا الصندوق ممكن نحن نساعده، وممكن نحن نساعده بإيجاد فرص عمل سواء كان في الإذاعة أو في الدوبلاج أو في الشركات القطاع الخاص. وهناك البعض من المنتجين لم يقصروا، ونحن على تماس مباشر وشركاء مع شركات الإنتاج سواء كان القطاع الخاص أو العام. نعم. فنحن عم نتواصل ولن نقصر بهذا الموضوع، ودليل حلو على كثير. كثير طبعا معروفة نقابة الفنانين دائما بوقفتها مع الفنانين، ولكن كان لازم هذا التوضيح من حضرتكم. شكرا كثير لك المخرج أسعد عيد على هالتوضيح. شكرا لك.